فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فاجأ إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني عندما ترجل من مركبته الخاصة لتحياتها وشكرها على أدائها المتميز. وقال الملك للملازم علا الجالودي بعد أن أوقف موكبه الرسمي خلال مسيرة بالعاصمة الأردنية عمان والتي كان قد التقاها سابقا في الميدان، قال لها: رفعت معنويات اليوم. والملازم علا الجالودي عرف عنها بنشاطها وحيويتها وضحكتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة الأردنية عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين من العمانيين ومن رواد منصات التواصل، فتناقلوا مقطع الفيديو الذي أمامكم الآن بكثرة، وأفرز أيضا الكثير من ردود الأفعال والتعليقات. كيف كان الموقف الذي جمع الملك وتلك الشرطية؟ لنتابع. تداول النشطاء والمغردون مقطع الفيديو هذا الذي وثق لحظة نزول الملك عبد الله الثاني من سيارته والحديث مع شرطية المرور علا الجالودي، في حين كانت هناك الكثير من ردود الأفعال والتعليقات أيضا اخترناه لكم. وسنبدأ مع تعليق أول مع إياد، يقول في تعليقه: الأمن العام هم أكثر الناس عملا في الأردن 24 ساعة، الشرطي يعمل ليل ونهار في الحفاظ على أمن هذا البلد الغالي، حفظ الله هذا البلد وحفظ قائدنا أبا الحسين المفدى، الله يحفظك سيدي، رفعت معنوياتنا والله يطول بعمرك وعمر ولي عهدك الأمين. تعليق من مو هاي، يقول في تعليق: الله يحفظ سيدنا أبو حسين ويحفظ الأردن قيادة وشعبا، نعم الأب والقائد نفاخر بكم الدنيا. هناك أيضا تعليق ومداخلة من عماد الدين، يقول: لقاء تم التحضير له مسبقا، ولهذا يرتدي الملك عبد الله قفازات تحسبا للجراثيم والغبار الذي قد يكونان عالقين بلباس الشرطية، وهي طريقة لكسب قلوب الشعب، أعتقد طريقة قديمة ما عادت تجدي نفعا. هناك أيضا تعليق من جروح الورد، كم مسكينة تلك الوردة لها جروح، تقول: جروح الورد يعني رئيس غيره ما يترجل لا لرجل ولا لمرأة، يعني إحنا العرب ما يعجبنا إلا اللي يعفس على الراس وقتها ينضرب له التحية، حلوة منك إنه ينزل من سيارته ويسلم عليها، ناس روح قلبها الفتن أو قلبها الفتن وتعلق بكلام لو تسكت أحسن. تعليق من عبد الغفور، يقول عبد الغفور في تعليقه: تحية خاصة للشعب الأردني الشقيق ولملك الأردن من المغرب.